عسليمة، مرحبا بك مع أمولة بنت اليوم شباتي المهدية، عجينة ولا أروع. إن شاء الله أنتم زادة تجربوها كما تجربوا أغلبية الوصفات متاعي، وترجعوا تكتبوا لي هيك لي كومنتير اللي ديما تفرحوني بهم. ما تنسيوش لايك وبارتاج. أول حاجة خذيت 50 مليلتر حليب يكون دافي، ضفت له ساشي خميرة متاع الخبز، وضفت له مغرفة صغيرة سكر، خليتهم يتفاعلوا بعضهم شوية. خذيت 400 غرام فارينة، ضفت الخليط متاعي، حطيت هوني رشة الملح بالطبيعة، وبنفس الكاس هذيك خذيت زيت كيف كيما الحليب كيما الزيت، خذيت زيت نباتي. نبدا نخلط العجينه نتاعي، وكان ناقص بطبيعه الحال احنا ديما نوعيه الفرينه، نضيف شويه الماء الدافي ونبدا نعجن العجينه. العجينه لازم تتعجن شويه، كان عاد تحبوا تعملوا بالغبو، انا نخير الحقيقه هيك باليد خير. ونبدا هيك بشويه بشويه نضيف الماء الدافي ونعجن. حطيتها على الوجق، عجنتها هيك شويه، وحطيت هيك دهنت شويه يدي بزيت، وباش نحط العجينه ترتاح مده نصف ساعه. مهم برشا العجينه ترتاح باش من بعد كي نطيبوها تكون هكا طريه وبنينه وهشوشه زاده كيف كيف. دونك نرجع هوني للعجينه نتاعي بعد معناها ما خليتها نص ساعه، نشكلها هكا كعبيرات صغار، تنجموا تعملوهم صغار ولا كبار كيف ما تحبوا. نحل هوني بالقلقال، عندي فرماج زيتون بيض مسلوق والا عظم مسموط، هريسه وصوص طومات مع بعضهم، وحطيت هوني زيت الطن. نبدا هكا كيما قاعدين تشوفوا نحط معناها الحشو نتاعي نتاع الشباتي، نلف بالشكل هذا ونسكر هكا بالباهي. الطاجين يزمو سخون سامحوني بالباهي من قبل، ونبدا نطيب الكعبات نتاعي. كل مره هكا نعاود هكا كيف كيف، وني حطيت كيما نعاود نقول لكم يعني صوص طومات وهريسه، تحبوا تعملوا هريسه وحده، انا خلطت بين الزوز باش ما تكونش حاره. وهوني حطيت الفرماج نتاعي. دونك هذه هي الغوسيت نتاعنا لليوم. نكمل نطيب الكعبات الكل، وبطبيعه الحال لازم نطيبوا الاجناب هكا ونقعدوا ندوروا باش تطيب معانا. هذه طريقتي انا في تقديم. حليت لك عيبة معاكم بنا على بنا، شباتي المهدية مشتي الحقيقة، وبارتاجيتو معاكم أكثر من مرة. هوني كيف كيف تنجموا تحطوا أنواع متاع الجبونات اللي تحبوا عليها، أنا حبيت يكون بالطريقة هذه. إن شاء الله أنتم تجربوا الغوصات، وخاصة العجينة هشوشة وبنينة برشا، تنجموا تستعملوها البرشا وصفات أخرين. عملتهم هيك أنا بالشكل هذايا، ما شاء الله 400 غرام فرينة خير وبركة. إن شاء الله تعجبكم الغوصات اللي بارتاجيتها معاكم. ديما نعاود ديما نقول لكم كان عندكم أي اقتراح متاع دي غوصات أنا عملتهمش معاكم، ولا تحبوني زيدا نجربهم، مرحبا بكم الناس الكل بالاقتراحات نتاعكم زيدا كيف كيف. نفرح برشا بالتعليقات اللي تكتبوهم لي، وكي تجربوا زيدا لي غوسيت ديما بارطاجي معاكم الوصفات الناجحه والسهله وتكون زيدا في المتناول. نحبكم برشا الناس الكل، ما تنساوش ديما كالعاده لايك والبارطاج. شباتي المهديه، باي امولا، بسلامه.